الغربة هي البعد عن الوطن، غالبا تشير إلى المشاعر المرافقة للانقطاع عن الأهل والأحبة والأجواء المعتادة. يتغرب الإنسان غالبا من أجل الدراسة أو كسب العيش أو ربح مادي أفضل، ويطمح إلى مستوى معيشي مرموق على حساب تغربه عن أرضه وأهله. أو قد يغترب بشكل قسري في حالات الحروب وانعدام الاستقرار الأمني والسياسي. وقد تكون الغربة قسرية إجبارية مثل اللاجئين منهم والنازحين، ويسمى الإجبار على الغربة قسرا تهجير. فراق الوطن عزيز على النفس ثقيل على الطباع. الغربة كربة كما يقال، ولكن فيها يتعلم الإنسان المحال ويقدر قيمة تراب أرضه. قد يكون المرء محظوظا فيجد الديار كما أحب قلبه أن تكون، أو قد يكون تعيسا فلا يجد في ابتعاده عن أهله طمأنينة ولا في العيش معهم راحة. الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن، والعلم في الغربة وطن، والجهل في الوطن غربة. مهما كانت أرض الغربة جميلة لا يمكن أن تحل محل الوطن. نحن نحس بما تحس به عند الاغتراب، ذلك الحنين الجارف الذي يملأ القلب للعودة إلى الوطن، إلى الأهل، إلى الأصدقاء، إلى الأحباب. المغترب عن وطنه هو من يحمل نبضات قلوب أهله وأحبابه وأصدقائه في شنطة سفره، مغادراً تلك القلوب ومغادراً أرض الوطن. اللهم هون غربة كل مغترب، واحفظه ويسر له الرزق الحلال، وأعده إلى أهله ووطنه سالماً غانماً.